تبورانيت. اليوم ان شاء الله باش نحاول نصلح لكم بعض التمارينات على قواسم عدد صحيح طبيعي ومضاعفاته. باهي، نبدا بالتمرين رقم 1، اجب صحيح او خطا. الكتابه 141 يساوي 10 ضرب 13 مع 11 تمثل القسمه الاقليديه ل 141 على 10. شنو نجي باش نعمل هنا؟ نجي نعمل القسمه الاقليديه ل 141 على 10 ونشوف هل انها تتكتب في هذه الصيغه، نعم ام لا. نبدا نخدم القسمه الاقليديه العاديه نتاعي 141 على 10، لان 14 على 10 باش تعطيني 1، 1 في العشرة 10 باقي 4، 41 على 10 باش تعطيني 4، 40 والباقي 1. اذا كيفاش تكتب لهنا 141؟ 141 يساوي 10 ضارب 14 مع الباقي اللي هو مع 1. فهمنا؟ هو شنو الاقتراح نتاعو اللي عطيهولي؟ عطيني 141 يساوي 10 ضارب 13 مع 11. اذا الجواب نتاعي شبيه؟ جواب خطا. نتعدى الاقتراح من بعد، كل عدد رقم احاده 6 يقبل القسم على 2، نعم ام لا؟ نعم 6، علاش؟ خاطر 6 هي عدد، هي رقم زوجي، اذا يقبل القسم على 2 لانها صحيحه. الجذاء 3 ضرب 7 ضرب 4 يمثل تفكيكا الى جذاء اعوام الاوليه لعدد 84. شنو نلاحظ هنا؟ فيه 4، 4 هل هو عدد اولي؟ لا، اذا هنا نكتب خطا، خاطر لازم يكون تفكيك الى جذاء عوامل الاولي. باهي، باش نجي لهنا 84 باش نفككها الى جذاء عوامل الاولي. شنو باش نعمل؟ اذا 84 باش نحاول نفككها الى جذاء عوامل الاولي، باش تجيني 84 قاسم 2 شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 42، قاسم 2 باش تعطيني 21، قاسم 3 باش تعطيني 7، قاسم 7 باش تعطيني 1. اذا تفكيك 84 لجذاء عام الاوليه هو 2 قوه 2 ضرب 3 قوه 1 ضرب 7 قوه 1. ماهي نتعدى الدل، جذاء عددين اوليين فيما بينهما هو عدد اولي، جذاء عددين اوليين هو عدد اولي، بالطبيعه هنا خطا. خطا، باش نعطيكم علاش خطا. ليكن ا و ب عددين اوليين، سي يساوي أ ضرب ب، فهمنا؟ هو شنو الاقتراح نتاعو؟ أ و ب عددين أوليين، إذا سي باش يكون أولي. بما أنو سي تساوي أ ضرب ب، شنو معنتها لهنا؟ معنتها سي تقبل القسمة على أ، تقبل القسمة على أ، ولهنا شبه سي تقبل القسمة على ب، إذا سي تقبل القسمة على أ، تقبل القسمة على ب، وبالطبيعة تقبل القسمة على واحد وعلى نفسها، سي شبه سي ليس عدد أولي. إذا جذاء عددين أوليين ليس بعدد أولي، فهمنا؟ اقتراح لبعض، توجد أعداد زوجية أكبر، أعداد أولية زوجية أكبر من 3، ننتبهوا لهنا زوجية خطأ. بما انها زوجيه اش معناها؟ معناها تقبل القسمه على 2، بما انها تقبل القسمه على 2 اذا ماهيش باش تكون اولي، فهمنا؟ خاطر اولي يقبل القسمه على نفسه او 1. باهي، تعدل التمرين رقم 2، علل لماذا هذه الاعداد غير اوليه. اعطاني العدد الاولاني اللي هو 93، شنو نلاحظ هنا؟ 93 كي نعمل 3 مع 9، شنو تجي 3 مع 9؟ 12، مجموع ارقامه من مضاعفات 3، اذا العدد هذا شبيه يقبل القسمه على 3. إذا يقبل القسمة على 3، شبيه العدد هذايا ليس عدد أولي. نجم نلاحظ 11 ضارب 27، شنو نلاحظ هنا؟ شبيه العدد هذايا يقبل القسمة على 11، يقبل القسمة على 27، شنو معنى 27؟ معنتها يقبل القسمة على 3 وعلى 9، إذا ليس عدد أولي. علاش؟ على خاطر يقبل القسمة على 11، على 3، وعلى 9. باهي، نتعدل التمرين بعد، عوض النقطة بما يناسب 6، 6 نقطة معناها الآحاد والمجهول ليكون العدد هذا قابل للقسمة على 9. إذا شنو عندي هنا؟ عندي 6، 6 ويحب يلوج على المجهول هذا، باش نحط جميع الاقتراحات نتاعي، يا إما 0 يا إما 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 ولا 9 هكولي. باهي، شنو معنتها قابل للقسمة على 9؟ معنتها مجموع أرقامه من مضاعفات 9، قداش عندي هذا الرقم؟ عندي 6 و 6 12، لهنا قداش نكملها باش تولي قابل للقسمة على 9؟ 12 و 0 12، 1 13 و 2 14 و 3 15 و 4 16 و 5 17 و 6 18، إذا نجم نحط 6،
7 19 20 21، اذا الرقم الوحيد اللي نجم نحطه غادي ك 6، اذا العدد نتاعي اللي يكون قابل للقسم على 9 هو 666. نعمل القسمه التقليديه نتاع 666 على 9، شنو باش تعطيني 600؟ لازم تكون قسمه مستوفاه كلها على 9. لهنا 66 على 9 شنو باش تعطيني؟ هذه 66 على 9 66 قاسم 9، اذا لهنا باش تعطيني 7. 7 في 9 63، والباقي 6 الا 3 باش تعطيني 3، 6 36 4. اذا هو الباقي لهنا شنو باش يكون؟ 36. اذا باش يكون الباقي صفر. باهي اذا 666 قابل للقسمه على 9، علاش؟ خاطر باقي القسمه نتاعها صفر. السؤال الموالي، فكك الى جداء عوامل اوليه العددين 196 و1300. نبدا ب 196، قاسم 2 باش تعطيني 98، قاسم 2 باش تعطيني 49، قاسم 7 باش تعطيني 7، قاسم 7 باش تعطيني 1. اذا 196 نجم نكتبها 2 قوه 2 ضارب 7 قوه 2. تعدل العدد الموالي 1300، قاسم 2 باش تعطيني 650، قاسم 2 باش تعطيني 325، قاسم 5 باش تعطيني 65، قاسم 5 باش تعطيني 13، قاسم 13 باش تعطيني 1. اذا كيفاش باش يكتب هذايا؟ 2 قوه 2 ضارب 5 قوه 2 ضارب 13. تعدل السؤال الموالي، استنتج تفكيكا الى جداء عوامل اوليه للعدد 1300 ضرب 196. اذا شنو باش نعمل؟ يكفي اني نضرب التفكيك اللي عملته، 2 قوه 2 ضرب 7 قوه 2 هذه نتاع 196 ضرب 2 قوه 2 ضرب 5 قوه 2 ضرب 13. شنو باش تعطيني لهنا؟ شنو باش نجي نعمل؟ باش نجي نحاول نحط الاثنين بحذا بعضهم، الخمسة سبعة وثلاثاش. إذا شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 2 قوة 4 ضارب 7 قوة 2 ضارب 5 قوة 2 ضارب 13. باهي تعدل التمرين رقم 3، علل لماذا العدد 123 غير أولي؟ شو متى عدد أولي يقبل القسمة على نفسه واحد؟ شنو نلاحظ هنا 123 نجمع مجموع أرقامه واحد واثنين وثلاثة يساوي 6، إذا العدد هذا شبيه؟ قابل للقسمة على 3. بما أنه قابل للقسمة على 3 إذا ليس أولي، فهمنا؟ خاطر أول يكون قابل للقسمة على واحد ونفسه. تعدل 2، جد مضاعفات العدد 15 الأصغر من 50. 15 الأصغر من 50 شنو باش يكونوا لهنا؟ عندي بالطبيعة 15 من بعد 30 45، هذوما مضاعفات 15 الأصغر من 30. شنو معناتها مضاعفات 15؟ 30 30 هي 15 ضارب 2، و 45 هي 15 ضارب 3، هذوما الأصغر من 50. تعدل السؤال الموالي، جد مجموعة قواسم العدد 48 مستعملا جدول بيتاغور. باهي ركزوا شوية لهنا، شنو باش نجي نعمل؟ أول حاجة باش نجي نفك 48 إلى جداء عوامل أولية. 48 قاسم 2 باش تعطيني 24، هاكل قاسم 2 باش تعطيني 12، قاسم 2 باش تعطيني 6، 6 قاسم 2 باش تعطيني 3، 3 قاسم 3 باش تعطيني 1. إذا 48 يساوي 2 قوة 1 2 3 4 ضارب 3 قوة 1، هاكل. باهي شنو باش نعمل هنا؟ باش نستعمل جدول بيتاغور، نحط لهنا ضرب. عندي 2 قوة 4، شنو معناتها 2 قوة 4؟ 2 قوة 4 معناتها نجم نحطها هي، عندي 2 قوة 0، 2 قوة 1، قوة 2، قوة 3، 2 قوة 3 و 2 قوة 4. لهنا نحط 1، 2، 4، لهنا 8، ولهنا 2 قوة 4 معناها 16. باهي ثبتوا بالكدا في جدول بيتاغور، نجي نحط هذوما الكل من هنا اللي هما 1، 2، 4، 8 و 16. وعندي 3 قوة 1، شنو معناتها 3 قوة 1؟ معناتها عندنا نجم نحط 3 قوة 0 و 3 قوة 1 اللي هي لهنا 1 و 3. باهي نجي لهنا نحط 1 و 3، هذا شنو معناتها جدول بيتاغور؟ جدول بيتاغور علاش؟ عندي العامل الأولاني الدليل نتاعو 4، إذا نتحصل على 4 قواسم 2، والعامل هذا الدليل نتاعو 1، هما الأربع قواسم. الدليل نتاعو لهنا 4، إذا نتحصل على 5 قواسم عفوا، عندي 0 والواحد واثنين وثلاثة والأربعة. لهنا الدليل نتاعو 1، نتحصل على 2 قواسم اللي هما 0 والواحد. طب باش نعمل جدول ضرب عادي، عندي 1 في 1 1، 1 في 2 2، 1 في 4 4، 1 في 8 8، ولهنا 16. لهنا باش نضرب 3 في 1 3، 6 12، 3 في 8 لهنا 24، ولهنا 16 ضرب 3، 16 ضرب 3 باش تعطيني لهنا 3 في 6 18، نعم 48. باهي لهنا 6.
إذن مجموعة هذه مثل مجموعة قواسم 48 باهي. إذا نجي نكتب هكايا دي 48 دي 48 يساوي، ونحل المجموعة متاعي نكتب 1 2 4 8 16 3 6 12 24 48 12 24 و 48. فهمنا هذا هو شنو معناتها جدول بيتاغور. تعمل تمرين رقم 4، فكك الى جذاء عوامل اوليه العدد 225. اذا 225 شبيه لنا يقبل القسمه على 3. باش نعمل على 3 شنو النتيجه؟ باش تجيني 75. 75 كيف كيف يقبل القسمه على 3 قاسم 3 باش تجيني النتيجه 25. 25 قاسم 5 5 5 قاسم 5 1. اذا 225 يساوي 3 قوت 2 ضارب 5 قوت 2. استنتج ان العدد 225 هو مربع كامل. شو معناتها مربع كامل؟ 225 شنو ينجم يتكتب لنا؟ هو 3 قوة 2 ضرب 5 قوة 2 هكا ولا؟ اذا نجم نخدم القاعدة متاع القوة، 3 ضرب 5 كلها قوة 2. 3 ضرب 5 شنو هي؟ 15 قوة 2. شنو نلاحظ؟ اذا 225 هو مربع كامل. شو معناتها مربع كامل؟ معناتها هو أ قوة 2. باهي، باش نعطيكم ملاحظة هنا. 225 يساوي 15 قوة 2، معناتها الجذر ل 225 هو 15. هذه شو معناتها؟ الجذر التربيعي تسمى. هذه هي الجذر التربيعي. معناتها كي نعمل أ قوة 2 يساوي ب، معناتها ب يساوي جذر، جذر ل ب يساوي أ. ماهي؟ تعدل التمرين للسؤال الموالي، احسب القاسم المشترك الاكبر للعدد 12 36 و 150 و 90. اول حاجه لازم نفكك من جذاء عوامل الاوليه. نبدا ب 12. 12 قاسم 2 باش تعطيني 6. 6 قاسم 2 3. 3 قاسم 3 1. اذا 12 كيفاش تكتب؟ 12 يساوي 2 قوت 2 ضرب 3 قوت 1. باهي، لهنا 36 كيف كيف؟ 36 قاسم 2 خاطر زوجي لهنا. شنو باش تعطيني هذه؟ باش تعطيني 18. هاك ولا 18 قاسم 2 باش تعطيني 9. 9 قاسم 3 3. 3 قاسم 3 1. اذا شنو باش يعطيني؟ 36 يساوي 2 قوة 2 ضرب 3 قوة 2. شنو يحبوا؟ القاسم المشترك الاكبر. اذا لهنا باش نطلعوا القاسم المشترك الاكبر، شنو باش نعمل هنا؟ باش ناخذ الاعداد العوامل المشتركه مع اعطاء اصغر دليل قوة. هاكا ولا شنو عندي هنا؟ عندي 2 قوة 2 و 3 قوة 1، وهنا عندي 2 قوة 2 و 3 قوة 2. اذا شنو باش يكون هنا؟ باش يكون 2 قوة 2 ضرب 3 قوة 1 اللي هو 12. هذا هو القاسم المشترك الاكبر ل 12 و 36. تعدل اللي بعدها باش نخدم 150 و 90. بالطبيعة هذه تقبل القسمة على 2 خاطر رقمه أحادها زوجي. 150 قاسم 2 شنو باش تعطيني؟ 75. 75 هذه تقبل القسمة على عندي 5 و 7 و 5. شنو النتيجة نتاعها؟ 7 و 5 12. إذا 75 تقبل القسمة على 3. هكا ولا 75 تقبل القسمة على 3 خاطر مجموع أرقامها 12 من مضاعفات 3. إذا هنا باش تعطيني 75 على 3 هي 25. 25 قاسم 5 5. 5 قاسم 5 1. طب باش نتعدل 90. 90 على 2 45. 45 كيف كيف تقبل القسمة على 3؟ 45 قاسم 3 شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 15. 15 على 3 5. 5 على 5 1. باهي، لهنا 150 كيفاش نكتب؟ هي 2 قوة 1 ضرب 3 قوة 1 ضرب 5 قوة 2. ولهنا 90 هي 2 قوة 1 ضرب 3 قوة 2 ضرب 5 قوة 1. القاسم المشترك ناخذ الأعداد المشتركة مع أعطاء أصغر دليل قوة. عندي 2 قوة 1 2 قوة 1. إذا باش ناخذ 2 قوة 1 ضرب 3 قوة 1 3 قوة 2. باش ناخذ 3 قوة 1 ضرب 5 قوة 1 5 قوة 2 5 قوة 1. إذا 2 ضرب 3 ضرب 5 شنو باش تعطيني؟ هذه 6 ضرب 5 يساوي 30. باهي، تعدل التمرين الموالي. اكتب العدد 3600 في صيغه مربع لعدد صحيح طبيعي نسميه ا. باهي، باش نجي اول حاجه 3600 باش نفككها الى جذاء عوامل. باش نلقى 3600 يساوي 2 قوة 4 ضرب 3 قوة 2 ضرب 5 قوة 2 كيما خدمنا. باش نفكوها الى جذاء عوامل. باهي، شنو نجم نكتب هذه؟ نجم نكتبها هي 2 قوة 2 ضرب 2 قوة 2 ضرب 3 قوة 2 ضرب 5 قوة 2 هكا ولا؟ اذا نجم نحطها كلها قوة 2، معناتها 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 5 كلها قوة 2. 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 5 قوة 2 تساوي شنو باش تجيني هذه؟ 2 في 2 4. 4 في 3 12. هكا ولا؟
12 في 5 بتجيني 60 قوة 2 يساوي 60 قوة 2. إذا أنا كتبت العدد 3600 في صيغة مربع أ يساوي 60. إيش معنى تمام؟ 3600 يساوي أ قوة 2. فكك العدد أ إلى جزء عوامل، معناها 60 باش تفكك إلى جزء عوامل، باش نعمل قسم 2 باش تعطيني 30، قسم 2 باش تعطيني، إذا لهنا 15 قسم 3 5، 5 قسم 5 1. شنو باش تكتب لهنا؟ 60 60 يساوي 2 قوة 2 ضرب 3 قوة 1 ضرب 5 قوة 1. باهي، استنتج تفكيكا إلى جزء عوامل أولية العدد 3600. نحن فككناه من الأول، تو باش نستنتجو من هنا. شنو عندي؟ هو 3600 يساوي 60 قوة 2، معناتها يكفي إني نعمل هذا قوة 2، يساوي 2 قوة 2 ضرب 3 قوة 1 ضرب 5 قوة 1 كلها قوة 2، إذا يساوي 2 قوة 4 ضرب 3 قوة 2 ضرب 5 قوة 2، هو نفس التفكيك لهنا، 2 قوة 4 ضرب 3 قوة 2 ضرب 5 قوة 2. باش نصلح لكم بعض التمارينات على الجذر التربيعي وعلى جزء العوامل الأولية وجذر التربيعي، معناها علاقة بيناتهم، خاطر ما حكيتش عليهم برشا في الفيديو نتاعي. باهي، إذا انتبهوا معايا في الفيديو هذا. شنو عندي؟ السؤال الأولاني فك إلى جزء العوامل الأولية العدد 225 واستنتج جذره التربيعي. باهي، باش نبدا صعب التفكيك، شنو باش تعطيني لهنا؟ 225 باش نفككها إلى جزء العوامل الأولية، إذا ما يقبلش القسم على 2، على 3 شنو عندي؟ 4 و5 اللي هي 9، إذا يقبل القسم على 3، شنو باش تعطيني 225 قاسم 3؟ إذا لهنا باش تعطيني 75، كيف كيف 75 قاسم 3 باش تعطيني 25، 25 قاسم 5 باش تعطيني 5، 5 قاسم 5 باش تعطيني 1. إذا النتيجة 225 يساوي 3 قوة 2 ضرب 5 قوة 2. هو شنو يحب؟ تستنتج جذره التربيعي، إذا نجم نكتبها 3 ضرب 5 كلها قوة 2، هكا ولا يساوي 15 قوة 2. شنو نلاحظ؟ أنه 225 هي 15 قوة 2، معناتها الجذر اللي 225 يساوي 15، خاطر فما القاعدة تاع الجذر التربيعي اللي هي الجذر التربيعي لأ قوة 2 يساوي أ. إش معناتها لهنا؟ جذر التربيعي ل 225، 225 نجم نكتبه 15 قوة 2، معناتها جذر التربيعي ل 225 نجم نكتبه هو جذر التربيعي ل 15 قوة 2، ونرجع نطبق القاعدة بتاعي، جذر التربيعي ل 15 قوة 2 هو بيتو 15. تعدى التمرين الموالي، فكك إلى جزء عوامل الأولية العدد 256، استنتج جذر ل 256، يعني باش نفكوا 256، شنو باش نعملوا هنا؟ 256 بطبيعة تقبل القسم على 2، إذا قاسم 2 باش تعطيني 128، قاسم 2 باش تعطيني 64، قاسم 2 32، قاسم 2 16، قاسم 2 8، قاسم 2 4، قاسم 2 2، قاسم 2 1. إذا شنو نجم نكتبها 256؟ 256 يساوي 2 قوة 1، 2 3 4 5 6 7 8، 2 قوة 8. هو يحب يستنتج جذر التربيع، شو معناتها 2 قوة 8؟ معناتها 2 قوة 4 كلها قوة 2، ها كل 2 قوة 4 هي 16 قوة 2. باهي، إذا جذر التربيع ل 256 هو 16. باهي، تعدى نصلح لكم آخر تمرين، فكك إلى جذاء عوامل الأولية العدد 324، ما هو قيس طول ضلع قطعة أرض مربعة الشكل مساحتها 324 هكتومتر مربع؟ علل إجابتك. إذا فكك 324 إلى جذاء عوامل، شنو باش تعطيني؟ على 2 باش تعطيني 162، على 2 باش تعطيني 81، على 3 27، على 3 9، على 3 3، على 3 1. إذا كيفاش تكتب 324؟ يساوي 2 قوة 2 ضرب 3 قوة 4 اللي هي يساوي خلاه هكا يفكك إلى جذاء عوامل. السؤال الأولاني، السؤال اللي بعده، ما هو قيس طول قطعة أرض مربعة الشكل مساحتها 324 هكتومتر؟ إذا شنو هنا؟ نمشي لوج على جذر ل 124، كم يساوي جذر ل 324؟ عفوا، الغاية بتاعي أن اللوج على جذر 324 يكفي أني نتصرف في هذه، هذه 2 قوة 2 ضرب 3 قوة 2 ضرب 3 قوة 2، هكا ولا حليت 3 قوة 4، معناتها 3 2 ضرب 3 قوة 2 ضرب 3 قوة 2 يساوي 6 قوة 2 ضرب 3 قوة 2 يساوي 6 ضرب 3 18، 6 ضرب 3 18 قوة 2. إذا جذر ل 324 يساوي 18، إذا طول الضلع هو 18
هكتومتر، خاطر 18 في 18 المساحة ما يضلع في 3، 18 في 18 باش تجيني 324. باهي، إذا هكا نكون كملت لكم سلسلة من التمارينات على الدرس الأولاني اللي هو العمليات على الأعداد الصحيحة الطبيعية. تابعوني على سبورانيت إن شاء الله باش نكمل لكم بقية دروس الرياضيات سنة 7 أساسي للثلاثي الأول، وبعد نصلح نتعدى نصلح لكم جملة من الاختبارات التأليفية والتتبع المراقبة للثلاثي الأول.